واحدة من أهم مشاكل العالم الثالث، مو العالم الثالث، كل الدول التي تحاول أن ترتب أمورها على أساس الدولار. تتصورون جزافا أن الأوروبيين إجوا سووا لهم وحدة مستقلة لأنفسهم اسمها اليورو مولان؟ هذه مو جزافية، هذه كانوا يريدون أن يتخلصون من خيمة ماذا؟ خيمة الدولار. هسه شنو هي مشكلة الدولار؟ مشكلة الدولار إذا تتذكرون احنا فيما سبق قلنا في الأبحاث، قلنا أن الدولار في النتيجة إلى مشاكل أين؟ في أمريكا. الآن هو الدولار ده يسقط في أمريكا، فسقوطه في أمريكا يعني سقوطه وين؟ سقوطه في العالم. ليش؟ لأنه أنت بتشتري مولانا أي حاجة من العالم، أي ماكينة أو كذا أو كذا، لابد تشتري ماذا أولا؟ دولار. فإذا كانت قيمة الدولار ساقطة فأنت تبتلي ماذا؟ بهذا السقوط أيضا، مع أنك أساسا أنت كان لك الغنم حتى يكون عليك الغرم، لا، ولكنه هو باعتبار أنه قوة كبرى مولانا إلى آخره. واحدة من المشاكل الأساسية اللي الآن تواجه البلدان، خلوا ذهنكم يمي من الناحية الاقتصادية، هو أنه الدولة تأتي وتبيع النفط مالها، صحيح ولا لا؟ باعت النفط مولانا 100 مليار دولار، 50 مليار دولار، 10 مليارات. فجاءت هاي الأموال إلى وين؟ إلى البنك المركزي. من جاءت إلى البنك المركزي، هذا البنك المركزي يريد أنه أو الدولة تريد أن تأخذ هذا المال لتصرفه أين؟ في البلد. هسه إما في مشاريعها الاستثمارية، وإما في مشاريعها الخدمية، وإما في مشاريعها التي تعطي فيها رواتب الناس، تعطيهم بالدولار لو تعطيهم بالدينار والتومان ياهو منهم. بطبيعة الحال لابد هاي المليارات الموجودة بالدولار أو بأي عملة أجنبية لابد تصرفها وين؟ ها؟ إلى عمره. وين تبيع هذا؟ خو مو تبيعها بأمريكا مولانا، بأمريكا خو تومان ماكو، وين أكو تومان؟ في هذا البلد. فلابد البنك المركزي مولانا يجي يتفق مع الصرافين والدلالين، يقولون بابا تعالوا يوميا أخذوا من عندنا 10 ملايين، 100 مليون دولار، وبيعوا لمن؟ للناس، وجيبوا لنا مكانه شنو؟ تومان، حتى نصرفه لمن؟ الى موظفينا والى شركاتنا والى استثماراتنا والى مشاريعنا. جيده. هنا بمجرد ينزلون العشر مليارات الى السوق مولانا، قانون العرض والطلب، الدولار مولانا الف تومان راح يصير ايش قد مولانا؟ راح يصير 500، يصير 400، يصير 300. فالدوله تقدر تبيع كل دولارها لو ما تقدر؟ ها؟ تتأنى. هو منين تجيب توام؟ فتطبع مولانا احسنتم. بدل ما تروح للناس تجمع النقد الموجود في الشارع، لانه هذا بقدر هذا الدولار اضعافه موجود بايدي الناس، ولكنه بشرط انه هذا يرجع وين؟ الى البنك المركزي. ولكنه الناس ما عندهم قدره هالقد يشترون دولار 100 مليار 200 مليار دولار، واذا عندهم قدره مو في يوم واحد، لابد يكون على مدار السنه. فيضطر البنك المركزي هي يقول ماذا؟ اطبعوا. عندما يطبع في الواقع بانه بقدر هذا الدولار اكو تومان، ولكن لانه ما يقدر يستبدل هيدا يضاعف عدد شنو؟ التومان. العمله شو تصير؟ هي تسقط. تقول لي اخو خلي الدوله، التفت لي اخو خلي الدوله شنو بيها اشكال ملا؟ على شنو مسوين الدولار ب 1000 تومان ومسوين الدولار ب 1120 دينار؟ وخلي ينزل مثل اوادم يصير مولانا شقيت، يصير 100 تومان وهذاك يصير 100 دينار. يقول ها مو عندنا 40 مليار دولار صادرات مولانا راح تسقط مولانا، لانه هذا انما يصدر صادراته على اساس انه يحصل في قبال كل دولار شقيت 1000 تومان. فاذا يصدر 10000 دولار يعني ياخذ شقيت 10 ملايين تومان. فاذا سوينا له التومان مولانا ب 100، الدولار ب 100، مسكين يصدر 10000 دولار، ايش قد يحصل مولانا؟ 1 مليون تومان. يصرف له لو ما يصرف له؟ ما يصرف له. الصادرات مالتنا تسقط، فمضطرين ان نحفظ قيمه شنو؟ قيمه العمله مالتنا، يعني ما نخليها تنزل. والبعض يتصور بانه اقتصاد البلد ضعيف او ما يقدرون، لا، هم حافظين ان يبقى الف، هم حافظين ان يبقى الفيا، لانه يقوون شنو؟ يقوون الصادرات. فلذا تجدون في اليابان بمجرد انه عملتهم شويه تبدي تصعد اكثر من اللازم على الدولار مولانا هم ينزلوها. ليش؟ لانه التبادل يصير مع الامريكان يصير اضعف،
لانه بعد ما يصرف ليجي يشتري الين حتى يشتري بها بضاعه امريكا. ما ادري واضح؟ الدوله ماذا تضطر؟ تضطر هي تطبع شنو؟ تومان. فعندما تطبع التومان او الدينار يؤدي الى ماذا؟ سقوطها، سقوطها يعني بمعنى يعني نزول قيمتها الواقعي. هذا هو السبب الذي يكون المدين ماذا؟ ضامنا له. اما اذا كان سبب خارج لا علاقه له بالعمله، هذا لا يكون ضامنا له. جيد، ارجع الى بحثي. اذا اخواني الاعزاء خلوا ذهنكم يمي جيدا. ولذا انا معتقد بانه اساسا الفقيه اذا مو اقتصادي او ليس له حوله لجنة اقتصادية مولانا، الدخول في قضية المعاملات والخمس والزكاة وإعطاء الفتوى فيها واقعا إعطاء حكم وتصديق بلا تصور. اطمئنوا، ما عندي شك في هذا، أنه أساسه ماذا؟ إما تصورات وهمية لا واقعية لها. ولذا أنتم تجدون الآن الفقهاء المتخصصين مباشرة عندما تسأل في موضوع معين يبعث على متخصصين، يقول أول تعالوا فهموني أن هذا الموضوع ما هو. تقولون الاستنساخ جائز لو مو جائز، أو أصلا تعال قلونا الاستنساخ هو شنو. هو الاستنساخ خلي نفهم الموضوع حتى نرتب عليه ماذا. أما هذولاك اللي مولانا مغمضين وهي يصدرون فتاوى، هذولاك مولانا خارج عن القرن 21، هذول يعيشون في القرون الوسطى، ما أدري وين يعيشون هذول. وإلا بحسب القواعد أنه بابا أنت ثبت العرض ثم انقش. أولا بين، تحقق من حقيقة الموضوع أن الموضوع ما هو، حتى أنه تقول يجوز أو لا يجوز. أما أنه هل يجوز أن أشرط على الذي أقرضني 100%، أقول له تحفظ للتضخم 20%. ايش قد يقول البنك المركزي؟ يقول 20% اكو تضخم، ترى عمي بعد سنه 100% اخذ ايش قد منك؟ اصلا اللي يقول البنك المركزي، ما اقول لك لا 20 ولا 30 ولا 50. اذا اعلن البنك المركزي انه اكو تضخم بالبلد 10%، اعطيني 10%. اكو 15%، اعطيني 15. ما اكو تضخم عمي رجع لي ماذا؟ مالي. مباشره مولانا لا يجوز لا يجوز لا يجوز. يعني شنو لا يجوز؟ اخر انت روح حقق لي اساسا حقيقة الربا هو فقط الزيادة الاسمية. لو حقيقة الربا هو ماذا؟ هو الزيادة في رأس المال. والزيادة العددية الاسمية هل هي زيادة في رأس المال؟ هل يوجد عاقل يقول بانه اذا ازداد العدد بما هو عدد هذا معناه زيادة في رأس المال؟ على اي الاحوال ارجع الى